للبحث لا عن دفائر ولا عن كنوز ولا عن ذهب ولا عن أي عمل في هذا القبيل. وأرجع وأعيد للمرة الرابعة، أنا مسؤول أمام هذه اللجنة الكريمة التي تمثل مجلس النواب والذي يمثل شعب المملكة الأردنية الهاشمية كنواب منتخبين، وأتحمل مسؤولية كلامي بأنه لم تكن غاية هذا الإجراء لا البحث عن دفائر ولا عن معلومة جاءت بدفائر ولا شيء ذو قيمة مادية ولا قيمة معنوية حتى، وهذا أتحمل مسؤوليته. نقطة. اليوم تم اجتماع لجنة النزاهة ودعت أطراف الحكومية ودعت أصحاب الأرض فيما يعرف بكنوز هرقل ولقوها. فالحقيقة أنه سوء التعامل الحكومة مع هذا الموضوع هو اللي أدى إلى كل اللغط الذي يحدث حاليا. أنا لا أدعي بوجود الذهب ولا أنكر وجود الذهب، ولكن الحقيقة الحكومة كانت غير موفقة في تبرير موقفها من هذا الموضوع، وخاصة أن وجود تصريحات متضاربة من الحكومة، فمرة يتحدثون عن انهيارات ومرة الآن يتحدثون أن القوات المسلحة كانت في خضم تحديث أجهزة الاتصالات تاعتها بين الشمال والعاصمة عمان. حفر تم في حرم الشارع، الشارع هو مستملك، هو عرضه 30 متر ومستملك 60 متر كما أوضح لي مدير أشغال محافظة عجلون. كثير القوات المسلحة تستخدم مد كابلات للقوات المسلحة، وهذا أمر مشروع في كل محافظات المملكة. أنا يعني أقول أن الموضوع أخذ مبالغة وأخذ حديثا غير حديث الواقع، والأمر عادي جدا. تم الحفر في حرم الشارع وليس في أرض مملوكة لأي مواطن، الأمر مبالغ فيه، كبر حجمه وقيل أن هناك ذهب وذهب، هذا أمر يخص القوات المسلحة الأردنية. هذا اجتماع للجنة النزاهة والأخوة الزملاء في مجلس النواب، حضور كثيف جدا للسماع عن حديث الساعة بهذه اللحظة اللي هو حديث الذهب والقطع الأثرية التي تم استخراجها من عجلون. سمعنا من وجهة نظر الحكومة أنه هذه أعمال بتخص القوات المسلحة، إلا أنه وكمان سمعنا من معالي وزير السياحة على أنه هذه المنطقة تبعد عن المنطقة الأثرية اللي تسمى بخربة هرقلة، إلا أنه هذه الأسئلة والإجابات لغاية هذه اللحظة لن تكون مقنعة لا إنك نواب، أنا بالنسبة لي كنائب عن عجلون، وإلا للشعب من أبناء عجلون وللشعب الأردني.